يعني خلال الفترة القادمة الساعات القادمة سيجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية مع مدراء الأجهزة الأمنية هنا، وذلك لدراسة ما سيتم اتخاذه خلال الساعات القادمة بخصوص عملية الإغلاق في الضفة الغربية. هل ستتخذ إجراءات جديدة؟ ما الذي سيحدث على الأرض حتى هذه اللحظة؟ الأمور غير واضحة لأنه لم يصدر أي قرار من المحافظين من الأجهزة الأمنية ولا حتى من الحكومة الفلسطينية، مع أنه محافظ نابلس قال قد نلجأ بالتوصية إلى إغلاق نابلس، مع العلم أن مخيم بلاطة وهو أكبر المخيمات في الضفة الغربية أغلق لمدة 48 ساعة بتوصية من المحافظ بعد اكتشاف وزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا. وزيرة الصحة قالت إن هذه الموجة هي الموجة الأخطر بسبب ارتفاع عدد الإصابات، والآن بتنا نتحدث من 20 إلى 30% من كبار السن، أي من فاق عمرهم 60 عاما. ذكرت قبل قليل 11 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولتان بجهاز تنفس اصطناعي، وهذا يعني أن بعض المصابين بفيروس كورونا أوضاعهم خطيرة. وذكرنا بأن عدد الإصابات وصل إلى 1862 إصابة. في ساعات الصباح أعلن عن 67 إصابة، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مدينة القدس المحتلة أن يصدر تقرير عن وزارة الصحة بخصوص الإصابات الدالية.